التقى ايضا السيد الرئيس مع السيد انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي واللقاء الحقيقه شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الافريقيه وتم التباحث حول قضيه سد النهضه وده طبعا موضوع مهم بالنسبه لنا جدا واكد السيد الرئيس تمسك مصر بضروره ابرام اتفاق قانوني ملزم بشان قواعد ملء وتشغيل السد للحفاظ على الامن المائي لمصر فهنا هتلاقوا برضو انه الرئيس حريص على كل ما يهم مصر من موضوعات وخاصة الأمن المائي المصري لقاءات السيد الرئيس في واشنطن ضمت أيضا لقاءات مع قادة وأيضا لقاءه كان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية